كل حاجه عن املاح حمض البوليك اليوريك اسيد كريستلز. يلا بينا. أملاح اليوريك أسيد ومسمياته يوريك أسيد كريستالز أو يوريسيت حمض البوليك أو اليوريك أو كريستالات اليوريك أسيد. لما أقول يوريك يوريا أو هايبر يوريك يوريا أو هايبر يوريكوز يوريا يعني وجود أملاح اليوريك أسيد في البول بكمية عالية. نيجي لتكوينها ازاي اتكونت. هي عبارة عن امورفس يوريت فاكرها بس اتبلورت وكبرت وعملت املاح اليوريك اسيد يوريك اسيد كريستلز المعروفة بي يوريتس او اسيد يوريتس زي الصوديوم يوريت او الاسيد يوريت. نيجي للشكل العام والخصائص بتاعت كريستالات اليوريك اسيد تحت الميكروسكوب. والله اشكالها كتير ومتعددة لكن لونها هنلاقيه اصفر ودرجة اللون الاصفر بتعتمد على سمك الكريستالية. الرفيعة قوي هنلاقيها شفافة شوية او اصفر فاتح، اما السميكة والتخينة هنلاقيها اصفر ويمكن بني. اما بالنسبة لاحجامها فهنلاقيها متفاوتة ومختلفة من الصغير للكبير. في راسب الانبوبة بعد الترسيب او لما نحطها على الشريحة ونحط الكفر زي ما انت شايف كده هنلاقيها حبيبات فيها لمعة طبعا لانها كريستالات ومعامل انكسارها عالي قوي. عايزك شاطر اللمعة دي بتاعت اليوريك اسيد. ومن حيث الشكل الفراغ بتاعها تابعة للارث رومبيك سيستم. نيجي لعلاقة كريستالات اليوريك اسيد بالحرارة. الحرارة العالية بتدوب اليوريك اسيد كريستالز ولكن الحرارة المنخفضة زي التلاجة مثلا تقدر تبلور وتكون اليوريك اسيد. نيجي لعلاقة اليوريك أسيد بالوسط الـ pH. اليوريك أسيد بيتكون وموجود فقط في الوسط الحمضي لذلك لو أضفت عليه أي مادة قلوية هيقل واحدة واحدة لغاية ما يدوب. بس خد بالك ممكن تشوفه في وسط قلوي وقلت السبب قبل كده في حلقة الأملاح. نيجي لأنواع كريستالات اليوريك أسيد اللي بنشوفها في البول. الوصف اللي هقوله لك دلوقتي ده وصف شخصي بتاع محمد سليم مش مرجع لأن للأسف في فقر شديد جدا عن الأنواع دي في الكتب. باختصار عندي نوعين، النوع الأول 11 شكل والنوع الثاني شكل واحد. نبدأ بالنوع الأول اسمه داي هيدريت يوريك أسيد أو يوريك أسيد داي هيدريت النوع الأشهر وده له 11 شكل. الشكل الأول شكل البرميل وده عبارة عن اسطوانة مصمتة صغيرة غالبا بتظهر لك من المنظر الجانبي بتاعها زي ما انت شايف كده. الشكل الثاني شكل المعين وده عبارة عن شريحة مسطحة شبه المعين أو الماس كده أو الليمونة. الشكل الثالث شكل سداسي مطول عبارة عن شكل سداسي مفتوح ومطول وله حافتين حادتين. الشكل الرابع شكل الوردة الروز تشيب وده غالبا تجمع للشكل الثالث واحدة وواحدة 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 عملوا شكل الوردة ويمكن تشوفها من منظر أمامي أو منظر جانبي. الشكل الخامس شكل سداسي مطول عبارة عن شكل سداسي مفتوح ومطول وله حافتين حادتين ويشبه شفرة الحلاقة كده الموس. الشكل السادس شكل سداسي مطول محدب وده عبارة عن سداسي مفتوح ومطول ومن الوسط كده محدب أو منفوخ. الشكل السابع شكل سداسي وده عبارة عن شكل سداسي متوازي أضلاعه لونه أصفر شوية لونه أصفر شوية. الشكل الثامن شكل الدمبل وده عبارة عن دمبل متحددة بوضوح جدا وده شكل نادر جدا. الشكل التاسع شكل المستطيل عبارة عن شكل مستطيل وهو أصلا المنظر الجانبي للشكل رقم 3 ده. الشكل العاشر شكل النجمة البلانت ستار عبارة عن شكل نجمة رباعية. الشكل الحداشر شكل المسامير او لها سن كده وده نادر كده. 11 شكل للنوع الاول. نيجي للنوع الثاني المونو هيدريت يوريك اسيد او المونو صوديوم يوريت ده نزوله في البول نادر جدا لكن غالبا ده الشكل اللي بيترسب في السائل الزلالي للمفاصل ويعمل مرض النقرس وليه شكل واحد هو شكل الإبرة. إبرة رفيعة جدا وده نادر نزوله جدا في البول. يا صديقي كريستالات اليوريك أسيد موجودة على الهيئات دي كلها. نيجي لفقرة المتشابهات. إزاي أفرق ما بين شكل اليوريك أسيد اللي هو الدمبل شيب وما بين المونوهيدريت دمبل شيب بتاعت الكالسيوم أوكساليت. اليوريك مرسوم بخطوط واضحة زي ما انت شايف أما ده الأوكساليت فيه انحناءات.
طيب ازاي افرق بين كريستالات اليوريك اسيد من النوع السداسي ده وما بين كريستالات السيستين؟ سداسي برضه. بص، صعب احيانا تفرق ما بينهم، بس ركز معايا هقول لك الخلاصة. اليوريك غالبا اصفر شوية، اما السيستين شفاف. اليوريك بيفضل في العينة، اما السيستين في البول اللي لسه نازل حالا، لان لو البول اتركن مع الوقت السيستين بيدوب بسبب قلوية الامونيا الناتجة من الركنة. اليوريك موجود في بول ريحته عادية، اما السيستين البول هتلاقيه ريحته مميزة قوي، ريحة الكبريت. دائب بيك قوي، ممكن تفرق عن طريق ان انت تحط نقطتين من ال HCl المخفف على الشريحة، لو دابت وراحت تبقى سيستين، لو ما دابتش تبقى يوريك. نيجي لأسباب وجود كريستالات اليوريك أسيد في البول. أول سبب وهو الجفاف، مفيش شرب مية، مفيش تروية للكلى. تاني سبب وهو ارتفاع اليوريك أسيد في الدم، الهايبر يوريسيميا. ده أسباب زي زيادة أكل البروتينات، اللحوم الحمراء والبقوليات، أو زيادة تكسير الخلايا، الرياضة والسرطانات. السبب التالت، في عندي حصوات يوريك أسيد بتتنحل وتنزل كريستالات، أو في عندي زيادة في معدل ترشيح الكلى للأملاح، أو زيادة نسبة الأملاح في الدم لأي سبب بقى، زيادة تناول الأملاح دي في الأكل زي الموالح والحوادق، أو المريض بياخد أدوية بتقلل اليوريك في الدم فينزل في البول يوريك السوريك دراجز، أو حصل تغير في الوسط مع ارتفاع الحمضية بيتحول اليوريك أسيد من الصورة الدايبة للصورة الصلبة وتتكون حبيبات الأمورفوس يوريت اللي هي نواة اليوريك أسيد كريستالز. آخر سبب، حصل تغير في درجة الحرارة مع التبريد هتتحول برضو من الصورة الدايبة للصورة الصلبة. فنيات، حصري على قناة مسلم. كريستالات اليوريك أسيد لو كونت حصوات بولية وارد جدا يتكون بعدها حصوات وكريستالات كالسيوم أوكساليت وبيسموها سيد كريستالز. حجم كريستالات اليوريك أسيد حسب وقت تكوينها، فلو بسرعة شديدة ونزلت بسرعة هتبقى صغيرة، لكن لو أخدت فترة في تكوينها جوه الجسم هتنزل كبيرة. علاج النقرس، علاج الجوت، اليوريكسوريك دراجز للأسف بتزود اليوريك أسيد في البول وممكن تعمل حصوات يوريك أسيد، والطبيب المعالج عارف كده لأنه بيفرق ما بين الحالة الحادة والحالة المزمنة. ممكن تلاقيها مع المواليد والأطفال والكبار فلا داعي للتساؤل. ممكن نلاقيها مع اللي بيلعب رياضة كتير ومش بيشرب مية بدرجة كافية. ممكن نلاقيها مع مرضى النقرس اللي عنده حصوات يوريك أسيد، مش شرط تلاقي عنده كريستالات يوريك أسيد في البول، بس على الأقل لو ما لقيتش كريستالات يوريك أسيد في البول متفرضة كده غالبا هتلاقي أمورفوس يوريت. ممكن تقول للمريض عندك املاح يا حاج، يقول لك ازاي ده انا مش باكل اي حاجه من ملحها. هقول له راجع الاسباب اللي قلتها من شويه. نيجي لمخاطر كريستالات اليوريك اسيد، ممكن تترسب في المفاصل وتسبب وجع الرجلين، ممكن تترسب في الكلى وتعمل حصوات، مرتبطه جدا بمشاكل زي دي. فقره انصح، انصح مريضك بالالتزام بتعليمات الطبيب المعالج. هنزود من شرب الميه علشان نحسن الترويه كويس جدا خلال اليوم، هنقلل من او نبتعد عن البيورينز زي الاكل او المشروبات اللي فيها بيورينز كتير زي المشروبات الكحوليه بانواعها، بعض الاسماك زي السردينه والرنجه والمحار وبلح البحر والاسكالوب والسلمون، بعض اللحوم زي لحم العجول او الكبد، الاكل او المشروبات اللي فيها بيورينز بدرجه متوسطه زي اللحوم زي البيف والفراخ والبط او سرطان البحر والروبيان، وهنبعد عن الاكل اللي فيه موالح او حوادق او اي نوع املاح عامه. كلمتين على جنب كده في علاج كريستالات اليوريك اسيد، غالبا الدكتور ممكن يوصف اي دواء يقلل حمضيه البول، فورات زي دي. ولو انت من محبي كتابه الكومنت ممكن تقول اكسسيف يوريك كريستاليوريا او يوريك يوريا او هايبر يوريكوز يوريا، بس خلاص.